رحلتنا اليوم إلى جمهورية إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، كما أنها أكبر بلد ذو غالبية مسلمة في العالم الإسلامي، مما يجعل إندونيسيا أهم الدول الإسلامية في شرق آسيا على صعيد الدول الإسلامية. وتعتبر إندونيسيا من الناحية الجغرافية أكثر دول العالم احتواءً للجزر، إذ تحتوي على أكثر من 17,000 جزيرة، وتعد إحدى هذه الجزر وهي جزيرة جاوة التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان البلاد، أكبر جزيرة مأهولة بالسكان في العالم. وتتكون إندونيسيا من مجموعات عرقية ولغوية ودينية مختلفة منتشرة ومتفرقة عبر العديد من الجزر، وتعد جاكرتا هي العاصمة الرسمية للبلاد. والكثير من المعلومات تدل أن اقتباس اسم إندونيسيا جاء من الكلمة اللاتينية إندوس وتعني الهند، والكلمة الإغريقية نيسوس وتعني جزيرة، ومنها تسمى هذا الأرخبيل الإندونيسي بهذا المسمى. وتشتهر إندونيسيا بالعديد من الأجواء الرمضانية، ومنها طقوس العبادة والصلاة، بالإضافة لزيارات العائلية خلال الشهر الفضيل. ويشتهر المطبخ الإندونيسي في رمضان بمأكولات مثل طبق الباسكو المكون من كرات اللحم والموز المقلي وغيرها من الأطباق التي لا تخلو منها السفرة الإندونيسية في شهر رمضان.